امسهم بالخير. صلوا على النبي، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. شو العلوم اليوم؟ تعبنا امس من جولتنا وريحنا، قلت ما بغثكم بعد كثرة السنوات. تعرفون الواحد اذا جاء في لندن يسوي نفس يعني كذا في اي بي تغيب. اشوف ترى حد دورني، حد سأل عني ليش ما تسني ببندر، بس لقيت ما حد قال ليش ما تسني ببندر. شكلي غثيت دين اهلكم بالسنوات. المهم ما عليه، بطلع الحين ان شاء الله وبأوافيكم اخبار عن لندن. ها شو مخرك؟ ها شو مخرك؟ والله اني جاهز بغير انت. ما ادري شو وضعكم، تمرضوا ما ادري طفشتوا من السفره، ما ادري شو وضعكم. لا يا شيخ. اي والله. ايوه وش غير؟ تقولوا انتم تملطعون وتاخرون. لا يا ضلاجك ابو حشد، بس بقى انا قلت لك ما غير تاخذ جوالك تقعد. تعال 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 هلا والله. تعال وش مخرك؟ والله رحت اخذ لي حليب سنيكرز، شفت الشباب متاخرين. انت تسنع عمري. حليب وش؟ اللي ينتظر الشباب ما راح يذبري. والله انك صادق. حليب وش؟ هذا حليب. حليب نياق ولا حليب بقر؟ اشتغل. تشرب بس. انا سمعتك تقول حليب سنيكرز. حليب وسنيكرز. ايه روح. حليب نياق ولا هذا؟ سلمك الله على طول في المخيخ. رغمتين ابو حشر تلف لندن هذه بالريس. والله انا لفيت هذا انك تظلي على ركبك. لا تاخرها انت مغارب مثل ولدي تاخر. طبعا جولاتنا لازم تبدا بالاكل. تعرفون معنا ناس ما شاء الله ما يفوتون الوجبه. المطعم ذا يمدحونه يقولون كويس واكله لذيذ، والملك سلمان جاء فيه واكل فيه صوره ما شاء الله. يا يعني عمرك طويل يا الله، بسمي بالرحمن عاد وناخذ العلوم بعدهم ان شاء الله. انه يجيكم ان شاء الله بالجديد. السلام عليكم. اللذيذ والله انت يا ابو ربيع. هلا ابو حشر. يلا حيه. الله يبقيك. شبهت بالخير. وش بظهرك؟ ما غير شلون يجيك. ايه حسبنا تعبان. روعتني ها الحين تشغلنا امك على الدق وتقول وش بوي وش البارح حلقه تعبان. على اساس امك ما تدق علينا؟ عن عندك 13 ورع كل يوم تدق. شلون بندر بشرونا عنه كيف اموره كيف صحته؟ ولو قلنا بندر في شيء قالت الله يلعنكم ويلعن من جابكم. وش خلاكم تروحون للبرود؟ اشغلتنا. انا معلمك اخذ كوك اخذ جيكيت اخذ جيكيتات الشحن يمشي. انت ما تفهم من يوم انك طلعت على الدنيا وانت مجنني منبت في راسي ناخذ. بعض الاطباق وصلت اجماع، باقي البعض الاخر والشباب ما فيهم صبر ولا دوب ردهم عناق الجنب عن غاز. شوف شوف شوف. ده هات مالكو الارعيه والله ما غير تاكل ولا مشي ما تداني تمشي. لا همشي يا ابو. هذا اللي ما غير يتلدع. هذا تكون شابكن فيك كهرب خط 210. الله يكسر الله يكسرها يكسرها لا تمد يدك.